مجلة الصفحات الطبية الاولى من نوعها في الاردن مجلة طبيه ومتخصصه تصدر عن شركه الاولى للمطبوعات المتخصصه مجله الصفحات الطبيه دليلك الطبي في الاردن حياه ملؤها الصحه اهلا وسهلا فيكم حلقة جديده من اطباء على الهواء أه سعيدين جدا بشوفتكم اشتقت لكم انا على الاسبوع اللي فات محضر لكم حلقه حلوه اليوم لانه بدنا نحكي كمان مره بايش بدنا نعطي دائما احنا حصه لطب الاسنان كل مره والثانيه عشان نخليكم معنا بالجو ونعمل توعيه بصحه الفم اللي انا برايي الخاص بالاردن وفي بلداننا العربيه بحاجه لتوعيه كثير اهلا وسهلا فيكم الحلقه اليوم راح تكون عن زراعه الاسنان وراح يكون معنا اخصائي مشهور جدا 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 في طب الاسنان بعرفكم عليه أه بتشرف انه هو ضيفي للمره الثانيه وزميلي وصديقي أه وبنتعاون مع بعض كثير حاب اخبركم عنه خذوا ورقه وقلم وسجلوا الملاحظات راح احكي لكم اياها راح نبلش بنصيحه حلوه حابب منكم انكم تاخذوها جد انا فكرت بهذا الموضوع لانه صادفتني حاله من المرضى اللي شكوا هاي الشكوى فلفتت انتباهي انه لو نحكي فيها او اعطيكم نبذه عنها ممكن توضح بعض الخلط في مجتمعاتنا هلا في مجتمعنا الحبيب احنا ما بنميل كثير لانه نفكر بالامور العاطفيه بجديه او على شكل مرضي بناخذها دائما باستهتار وبنستخف ب مشاعر الناس حولنا بعض الاحيان وما اعنيه بالاستخفاف مش دائما لا والله في ناس كتير يعني بتتعاطف الاصدقاء بكونوا مساندين مرات كثير بس عموما في مجتمعاتنا ما عندناش احترام ل هذا في بعض الاحيان وهذا وارد ممكن في اي مجتمع يغفل عن بعض هاي الافكار حنحكي اليوم النصيحه الطبيه بدي احكي لكم قبل ما انصحكم بدي احكيكم عن شيء اسمه الاكتئاب السريري كلينيكال ديبريشن الاكتئاب السريري الإكترا... الاكتئاب يا اعزائي هو مش شعور سيء او انك تكون زعلان بس هو فعلا ظرف صحي مرضي يعني في مشكله في مرض اوكي؟ آه كثير من الناس ما بتتوقع انه آه يكون هذا آه بس شو بقولك يعني اه مكتئب خلاص بكره لحاله بصير بيصير بيصير كويس، لا لا الاكتئاب مرض 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 زيه زي السكري زي امراض القلب. هلا شو ممكن تكون من اعراض الشخص اللي ممكن عم بيكون يعاني من الاكتئاب؟ ممكن يكون يحس حاله حزين او يحس حاله مذنب الشعور بالذنب اوكي ممكن بيكون عم بياكل كثير او قليل او بيكون عم بينام كثير زياده او قليل كثير او ما بينام بيصيبوا ارق ممكن يكون برضو من الاشياء هاي عشان دلكم مين يكون عم بيعاني من الاكتئاب ممكن يكون بطل يستمتع بالاشياء اللي هو بالعاده بيستمتع فيها يعني واحد بحب يلعب كره قدم مع اصحابه وكتير كان اشي مهم بحياته فجأة انقطع كم من شهر ما عادت تتحرك فيه اي حماس اي بريق يعني اللي بنعرف انه اه والله بحب يلعب كرة يعني هو يعني اكيد يعني بنبسط لما يلعب كرة او لما يلعب باسكت او لما يطبخ او لما تطبخ او لما تلعب رياضة او يعني اشي بيعمله بشكل روتيني طول حياته والكل بيعرف انه هو بيستمتع فيه بيبطل يستمتع فيه وبكون ملحوظ، أه بكون دائما ممكن يكون حاسس حاله مرهق او أه حساس يعني قابل للثوران، أه بكون أه عنده مشكله بالتركيز أه واتخاذ القرارات ومرات بكون مائل للافكار السلبيه أه المتشائمه وممكن يكون ميال هذا الشخص للافكار الانتحاريه. اوكي؟ هاي آه من العلامات ممكن تجتمع ممكن يكون البعض منها موجود وممكن تكون كلها موجودة وبتتطور بأشكال وشدة آه مختلفة. أنتم ما بتقدروا تعالجوا اللي بدي أوعيكم عليه أنه ما بتقدر الواحد بكل بساطة يقول آه بدنا نعالج الاكتس الاكتئاب آه عن طريق أنه أنا أقول الواحد خلص خليك إيجابي. يعني فكر فكر منيح بس يعني خليك ايجابي ثينك بوزيتيف بنقول يعني خليك ايجابي ما ما تكون سلبي وها هذا كانك يعني الوصف الدقيق له طبيا وانا يعني بسالكم تروحوا تدوروا بالمراجع وترجعوا لي صدقا اللي بيطلب من مريض الاكتئاب السريري اللي عنده فعلا اكتئاب سريري اللي بيطلب منه انه يفكر بطريقه ايجابيه عشان يتشافى زي اللي عم بيطلب من مريض السكري عم بقول له فكر بطريقه ايجابيه عشان يروح السكري زي اللي عم بيقول للي عنده مرض قلب نفس الشيء زي ما عم بقول نفس الشيء زي اللي عم بقول لمرض مريض القلب فكر بايجابيه عشان يروح العله من القلب او المرض هذا الكلام خطا ما بيصير انه احنا نفكر انه الحل هو بال... بانه نطلب من هذا الشخص المكتئب انه يكون ايجابي هلا انه برضه الواحد بيقول في الحياه انه يمر بالاكتئاب عادي هذا خطا ممكن الواحد يكون حزين في بعض اللحظات ممكن الواحد يكون منزعج في بعض المرات ممكن يكون عصبي في بعض المرات هاي اشياء طبيعيه بالحياه بس يكون مكتئب هي ليست من طبيعه البشر انه يكون مكتئب ال... الاكتئاب السريري بكون حاله غير طبيعيه ويعرف على انه حاله طبيعيه هلا أه في كثير ناس كمان بتقول لك انه لشو بدك تروح تعمل أه علاج أه او تشوف أه مرشد أه نفسي او أه اخصائي نفسيه وتروح تحكي معه او العلاج بالكلام توك ثيرابي طيب ممكن ناس تقول لك طب ما هو العلاج بال بالحديث مع اخصائي ممكن يكون برضه مع صديق يعني انا ممكن تحكي مع صديقك، امك، ابوك عشان تنهي الاكتئاب، هذا الكلام غلط ما في منه ما في اكتئاب بتداوى بال بالحديث بالكلام يعني انه انا بس احكي معك كصديق انت راح الاكتئاب منك، لا، بس ليش بينجح هذا الشيء مع مرشد او اخصائي نفسي لانه التوك ثيرابي او العلاج بالحديث والنقاش والحوار العلاج الحواري مدروس شو نوع الحوار وكيف الحوار آه بيتم آه آه هذا الحوار له انواع له خطوات له مجموعات من الناس فلما يعملوا لما يطبقوا الاخصائي بيكون مدروس حوار علمي آه يهدف الى انه يدل المريض لانه يرجع يمسك اول الطريق الصح اللي هو بيكون كومبليتلي او بشكل تام فعلا ضايع تايه عنه اوكي هلا بدي احكي لكم كمان زياده عليها انه الادويه اللي بياخذوها المضاد للكابه هي مش حبوب سعاده يعني تسمى لانها مضاد للكابه لا لما ياخذوا مضادات اكتئاب مضادات الاكتئاب ادويه فعلا بتاثر على كيميائيه الدماغ عشان ما بيصير مجنون يعني مش تروح على أه بياخذ ادويه ضد الاكتئاب ينهبل الزلمه لا 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 هي تعدل مزاج المريض اوكي حتى يكون طبيعي مش سعيد بس لما يكون طبيعي بصير قادر يتخذ قرارات جيده له او ممكن يتخذ قرارات سيئه كمان له مره ثانيه ويرجع ينتكس بس هي بتساعد على انه توصله مع برضو التوك ثيرابي او العلاج الحواري الى الطريق الصحيح كمان على هدول بدي ازيد لكم انه ما بتقدروا برضه تقولوا انه انا بدي اساعده طبعا بيساعد انك انت تكون كثير منيح مع المريض او انك تكون انت حابب تفرحه تضحكه تقول له كلام نكته كل يوم تقعد معه ها 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 ها. بس ما تحسسه بالاستخفاف بظرفه، اوكي؟ هذا يزيدهم سوءا الاستخفاف بظرفهم، وبصير يحس حاله فعلا متقوقع اكثر ولا احد يعلم ما بهن، يعني لانه ما حدا حاسس فيه، اوكي؟ ما بيقدر يكون الحل انه احنا تشير ذم اب، يعني انه انا بس افرحكم، خلص بتفرحوا وبتضحكوا كم مره بتاخدوا رحله خلص بتشافى، لا، ممكن يكون وصل لمرحله فعلا اثرت على تعادل الكيميائيات الدماغيه، يعني عنده بدها اعاده تعديل بدكم تعرفوا كيف بدكم تساعدوهم لازم اول المساعده والوحيده انه تساعدوهم انه يتشخصوا تكون عنا احنا اللي المشا... حول هذا الشخص عنا الاستعداد انه نتقبل فكره انه هذا المريض ممكن يكون بحاجه لانه يفكر انه هو يمكن يكون عنده اكتئاب، يعني انا لازم اقول له يا فلان ليكون عندك انت اكتئاب لتكون مكتئب خلينا نشوف حدا يعني ساعد بالتشخيص اوكي ساعد بانك تدل وشجعه على انه يحصل على هذا العلاج هيك انت بتفيد المريض مش بانك تضحكه ومش بانك تحكي معه بس هدول اشياء مش مش مضره بس هي مش الحل والاستخفاف بالموضوع بحس المريض انه متقوقع اكثر وبيزيد من حالته سوءا وممكن تاثر عليه جسديا ومن ناحيه حركه ويزيد وزنه ويبطل يقدر يعمل نشاطات وعلى اساس على اساسه يصيبه خمول ياثر على عضلاته فممكن يؤدي لتدهور بالصحه العامه هاي الوضعيه النفسيه فهو فعلا لما نقول الاكتئاب السريري مرض مرض زيه زي زي ما قلت لكم زي السكر زي امراض القلب زي امراض الرئه زي مرض اوكي مش عرض او حاله طبيعيه بحياه الانسان من العلامات اللي ممكن تكون كثير واضحه في مجتمعنا في مجتمعاتنا احنا <applause> هي عفوا الاكل الزايد او الانقص الصداع بمنطقتنا عم بحكي الارق والصداع والاكل الزايد او الناقص كثير هم هدول اكثر شيء وارد بالبلدان التي هي في طور التطور يعني مثل بلدنا الحبيب ممكن انه هذا اللي يكون طاغي في المجتمع ايش بيقر... بيفرق الاكتئاب السريري اخر معلومه بدي اعطيكم اياها عشان تميزوا يمكن هلا ساعدكم انا انه تلاحظوا حدا حواليكم اسمعوني بدقه الاكتئاب عند النساء بيكون اكثر عباره عن حزن اوكي مش زعل حزن في حزن حزن متواصل اوكي حزينه هي هي شخص حزين بتكون وعندها شعور بعدم الاهميه وعدم القيمه لا قيمه worthlessness اوكي وممكن كثير عند النساء يكون الذنب الذنب واللا قيمه الشعور باللا قيمه ويكون في حزن هدول الوردين عند النساء هل نفس الاكتئاب علامات الاكتئاب عند النساء زي الرجال لا عند الرجال هون اللي بدي ألع... يمكن هلا الفت انتباهكم الاشياء كثير اكيد كل واحد فينا بيعرف حدا حواليه عند الرجال ممكن يكونوا يصيروا عصبيين او متوترين جدا يعني صعب الحديث معهم عصبيين متوترين ممكن يصيروا عدائيين ابيوسف ممكن يصير الرجل عدائي اوكي وبيفقد اهتمامه بعمله او بيغمر نفسه بالعمل زياده وبيفصل نفسه عن الحياه الاجتماعيه